ولمناقشة استمرار استهداف الثوار في الساحات لا سيما في ساحة التحرير، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين السيد علي عزيز. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. شهيد جديد في موجة مستمرة من القمع الحكومي والميليشيات ضد الثوار، لماذا هذا التصعيد المميت برأيكم؟ طبعا اكيد هذا التصعيد احنا يعني هذا متوقعين من قبل الحكومه، اذا سواء اليوم الحكومه احنا نشوف موقفها الضعيف متمثله برئيس الوزراء المهزوز، مع الاسف شخص مثل مصطفى الكاظمي ينوصف ولو لساعه واحده بصفه رئيس وزراء العراق، هذا العراق العظيم. يعني مع كل الاسف يطلع رئيس وزراء بكل صلاحه وبكل وقاحه ويقول هاي اللي اطلق الرصاص هذول ليس قوات حكوميه. من اللي اطلق الرصاص لعد؟ فزاعت خضرة، انت موجود بالمنطقة الخضراء، فاذا انت طرطور بايد الميليشيات، اسمحوا لي اتكلم بهذه اللغة حتى يفهمها هو. هذا رئيس الوزراء اليوم اللي عندنا شخص مغلوب على امره، هذا شخص محكوم وليس بحاكم، هذا شخص اليوم تقود الميليشيات. احنا سواء كان لماذا تصفه بهذه الصفات استاذ علي؟ نعم عفوا، لماذا تطلق هذه الصفات على الكاظمي؟ يعني ما الذي دفعك الى اطلاق هذه الصفات عليه، بمعنى انه لم يفي مثلا بما وعد به، لم يقم بالتحقيق بالجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين، لماذا تقول عنه ذلك؟ سيدي بالنسبه للتحقيق اللي وعد به، هذا احنا ما طلبنا منه انه يوعدنا بالتحقيق من اجل ان نعرف من قتلت المتظاهرين. قتلت المتظاهرين من اولى واجبات اي مسؤول حكومي اليوم ان يعرف من هم المجرمين، من هم قتلت المتظاهرين، ولو هذا شيء كذب، هذا من ضرب الخيال. قتلت المتظاهرين هم انفسهم، اول البارحه قبل يومين وزير دفاع عادل عبد المهدي يعترف على الفريق اللي اسمه عبد الامير يا الله اللي هو السيد الكاظمي كرمه وسوى رئيس اركان الجيش، وكيف كان يروم بتنفيذ عمليه انزال عسكري على المطعم التركي ولا يبالي بقتل المتظاهرين. عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي هم وجهين لعمله واحده، الكاظمي هو اليوم اما عبد ذليل محكوم من الميليشيات ولا يقوى ان ينطق كلمه حق بوجههم. طيب او هو مشترك معهم. طيب استاذ علي، المتظاهرون الذين خرجوا للاحتجاج على استمرار تردي الخدمات في العراق، خرجوا في ظل ارتفاع درجات حراره كبير. لماذا برايكم تقوم الحكومه باختيار خيار الرصاص وازهاق الارواح باتجاه المتظاهرين؟ ألا يوجد أسلوب آخر يمكن أن تلجأ إليه الحكومة للتعامل مع المظاهرات والمتظاهرين؟ كلا، لا يعرفون أي أسلوب آخر، لأن هم دائما يتذكرون كيف دخلوا للعراق سنة 2003، دخلوا بالقصف الجوي، بالغارات الجوية، بالدبابات الأمريكية، هم عصابات، هم هؤلاء أبناء العصابات، سواء عصابات الكاوبوي الأمريكية أو عصابات الميليشيات الإيرانية، هم عصابات يعني. فاذا بالتالي ما يعرفون غير لغه العصابات، لكن والله العلي العظيم الكيل قد طفح بالنسبه للمتظاهرين، واحنا بالنسبه لنا سلميين، لكن هذه السلميه ودائما نكررها ليست ثوره ذل وخنوع، نعم ثوره سلميه، لكننا سوف لن نبقى ساكتين، اليوم لا رئيس وزراء يعرف ياخذ حق المواطن، ولا وزير الدفاع، ولا وزير الداخليه، ولا اي مسؤول. بالاضافه الى ذلك هناك اتهام من المتظاهرين لميليشيات ايران بقمعهم، وفي نفس الوقت حملوا الكاظمي المسؤولية، يعني هو لا يستطيع أن يردع هذه الميليشيات ويرفع يدها عن المتظاهرين. لماذا برأيك تتدخل هذه الميليشيات بهذه الصورة الفجة لإسكات المتظاهرين وقتلهم بهذه الطريقة؟ لأن المتظاهرين انتفضوا ضد هذه العملية السياسية برمتها، وهذه العملية السياسية هو من المستفيد منها؟ هي الميليشيات، هذه الميليشيات التي تقتل وتصول وتجول وتخطف وتسرق، هذه الميليشيات اليوم، الميليشيات لا يروق لها حكم وطني بالعراق، لان اساسا هي ميليشيات عصابات منفلته. ونشوف احنا يعني اليوم لو نستذكر كيف اجتمعوا جميعا وكلف الكاظم، وكيف كان هذا الاجتماع المريب والتكليف المريب وجلسه اهل النار التي منحوا الثقه بها للكاظمي، واليوم هاي نتائجها تبين انه الكاظمي مجرد دميه بيد الميليشيات. الكاظمي اصغر بكثير من ان يكون حتى ولو دميه بيد الميليشيات. نعم، طيب الكاظمي مرة أخرى الذي يحاول الظهور بمظهر المستقل وحامل راية التغيير،
إلى أي مدى يثق به الثوار وبوعوده التي أطلقها حتى هذه اللحظة؟ والله لا نثق به قيد شعر بالكاظم نهائيا. لماذا؟ أخي لا نثق به، هذا رجل رذيب، هذه العملية السياسية، هذا الإنسان مدير مخابرات صار 5 سنين، هذا الإنسان بظل وجوده على رأس على جهاز أمني أعطينا 1000 شهيد واليوم مستمرين نعطي شهداء، هذا إنسان إحنا نعتبره بالنسبة لنا مع احترامي وجل احترامي للمهنة، مهنة التمثيل فقط، يعني هو يعني إعجاب فن التمثيل وفن التقاط الصور وفن الحركات البهلوانية للمطورين، هذا فقط هذا اللي شفناه من الكاظمي، شنو اللي شفناه من عنده؟ أكيد ما عندنا ثقة به، رجل مدير مخابرات وانطينا 1000 شهيد وهو موجود، ما عندنا أي ثقة بالكاظمي، ما عندنا أي ثقة، خلي أريحك وأريح المستمعين والمشاهدين، ما عندنا أي ثقة بأي سياسي كان بالعملية السياسية من 2003 ولا سيما أن هذه الحكومة كما قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي تغطي الأحداث، قالت أن حكومة الكاظمي تحاول تكرار سيناريو سابقاتها من الحكومات التي قمعت المتظاهرين وقتلت المئات منهم. يعني برأيك هل سيكون مصيره إذن كمصير سابقيه من رؤساء الحكومة؟ مصير الكاظمي سيكون أسوأ من مصير عادل عبد المهدي بمئات المرات. نحن يعني على لسان اللجنه المنظمه لمظاهرات ثوره تشرين قلناه ونكررها اليوم، الكاظمي اخطر من نور المالكي على العراق، الكاظمي اخطر بكثير بكثير بكثير، ونحن كثوار لنا صوله كبيره مع مصطفى الكاظمي حال انتهاء جائحه كورونا. اشكرك الاستاذ علي عزيز عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.